السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة يوسف إلكترونيك. تحياتي. اليوم كاين هذا ريسبتور سانسات HT50 فيه مشكل، هو عالق على الأون، لا يقلع. غادي ندوز ليه التيار الكهربائي. هي شعلات الأون كما تلاحظ اليوم، تبقى لهاد الار ار او ان. هذا مشكل ديال السيستم ديال البوت، السيستم ديال السبتور هو البوت. غادي نحلوه و غادي نهزو الفلاشة ديالو و نفلاشوها و غادي يكون خير ان شاء الله. ريسبتور حليناه، فلاشة غادي تكون ليه في هاد الموقع. هذا الفلاشة هي، غادي نحيدها دابا و نفلاشها ان شاء الله و يكون خير. ها السيكوية ديالنا ردتيناها البلاصتها، التيار الكهربائي. غادي نشوفو يكون خير ان شاء الله، نشعلو ان شاء الله الريسبتور يكون خير. غادي ندوز التيار الكهربائي. بسم الله، هيا اون شعلات السيكتور ديالنا. الشعلات ار او ان اللي كانت لاصقة عالقة في المرة الأولى، نشوف واش دازت. نعم بالفعل، هيا شعلنا الريسبتور ديالنا بنجاح. دانا الفلاش ديالنا داز. غادي ندوز نشوفو الصورة في التلفزيون ان شاء الله.
الريسبتور ديالنا تيتشارجا، نجحت العملية بامتياز الحمد لله. هذا هو الإشكال. وكاين طريقة أخرى هي اللورد، تدوز اللورد وتفلاشي تفلاشي من البي سي. الطريقة الأخرى، هذه الطريقة أسهل من هذه الطريقة وفعالة، هذه فعالة مزيان. وإن شاء الله غادي نعاود ندير هذيك الطريقة الأخرى، وراه معروفة كاينة بزاف في الفيديوهات، فيديوهات أخرى وهذا الشيء اللي كاين. ختام هذا الفيديو إن شاء الله، تحيات يوسف إلكترونيك وشكرا على المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.